إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ماضلي مواصلين معكم هذه الحلقة الخاصة عن كارثة جدة الثانية، وراح نشوف الآن تقرير لزميلي خالد الفرحان عن أحداث اليوم والأمس من واقع ما قاله الناس. ما لك على البال ضاري، لا جاد لك حظ ولا سولف ما جديد. هذا هو اليوم الثاني لكارثة جدة في جزئها الثاني من بطولة الضمير النائم. سكان رسم على وجوههم الانكسار والإحباط، وأسر أسرتهم المياه، وكيابل كهربائية تعانق المياه لتزيد من رعب أبرياء لا ذنب لهم. أنا الدفاع المدني غرجاء سيارة يدور على الحرمة في الجهة الثانية حساس أنها أقلقتهم بالاتصال، وما هذول جاءنا اليوم، لكن للأسف يعني ما عندهم معدات كاملة. المفروض ثلاثة أربعة زوار جابوا زورق خرب، وبعد ساعتين جابوا لنا الزورق الثاني من الحزاري شوف يشيل البشر، المفروض يجيبوا لنا زورق ثاني. الناس موجودين على السطوح، ما بعضهم ما عندهم أكل. في واحد من زملائنا متوفي قبل 7 أيام، أهاليه الحين في السطوح فوق يبغوا لهم أكل، عنده طفل يبغى حليب لحد لما جابوا له لحد لا. 12 الظهر احنا هنا موجود، الموجوده هنا 3 قوار من الدفاع المدني، بعد يشيلون في تقريبا 50 عائلة او 60 عائلة كلها محجوزه في البيوت، واحنا قاعدين نحاول نساعد بس ما يمدينا. زي ما انت شايف المويه، هنا قريبه يعني في مناطق المويه توصل للرقبه. زي ما انت شايف الوضع جدا يعني الوضع مزري جدا، وهذا اراضي مخططه من قبل البلديه سابقا مصرحة في صك شرعي، لأنك أنت شاري في صك شرعي مصرحة من البلدية، والمفروض إن إذا كانت على مجاري أودية أو مجاري سيول ما 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 تتنفذ الشيء هذا ولا تتصرح لا من قبل بلدية ولا 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 يعطى حصل صك أساسا. يعني لازم تتنفذ الشيء، لكن أنت المواطن متضرر فيها جدا، يعني المواطن هو المتضرر في الشيء هذا. المضحك المبكي أن من أراد أن تأويه الشقق المفروشة أو الفنادق فإن أول طلب يواجهه أوراقه الثبوتية التي التهمها السيل ماحيا كل معلوماتها دون رحمة، ليواجه قسوة أخرى في البحث عن إيواء له ولعائلته دون مقابل، ليشعر أنه يحتمي في وطنه. أما الأسر التي احتاجت المساعدة والانتقال من مكان كارثي إلى مكان آمن أشفقت على هذا القارب الذي أتى به رجال الدفاع المدني كوسيلة إنقاذ، إلا أنه بالفعل يحتاج هو إلى من يعيده للحياة. إذا كان الكرسي هذا بس يمسك في الكرسي بدون أي مسؤولية لا خير فيها يا أخي، هذه أمانة، الناس هذول كلهم أمانة، الناس راحت أموالهم، راحت بيوتهم، راحت أنفسهم على حسب مين؟ فهذا الذي يعني صراحة شيء، إحنا المواطن الآن ما عاد عنده أي احتمال شيء صراحة. المواطنين كلهم الآن يعني كل إنسان ما عاد يقدر يتحمل أكثر من هذا ما حصل، حصلت السنة اللي فاتت، حصل قدامها، وقلنا ممكن تنتهي المشكلة، وعدونا بالمواعيد وقالوا احنا بنعمل وش حصل؟ هي نفس الطريق ما حتغير اي شيء. اللي يطلب الدفاع المدني ولا الشقق؟ الشقق المفروشه لازم كرت عائله تروح للدفاع المدني، يقول روح للشقق المفروشه، الشقق المفروشه روح للدفاع المدني. طيب كيف؟ خيمه انام في الكورنيش يعني وضع ما يقي، ولا في جنوب افريقيا حاله مزريه فعلا، ولا كانك في دوله غنيه ودوله من اغنى الدول. وللاسف الشديد يعني ولا تزال جدة تتنفس تحت الماء القادم من السماء متسائلة هل لها حق الفرح بالمطر كبقية دول العالم حتى وإن كانت مدينة لدولة نامية.
ببرنامج يا هلا خالد الفرحان جدة. شكرا لزميلي خالد الفرحان على هذا التقرير. بقي لي من الحلقة 3 دقائق. أستاذ خالد لك دقيقة، أستاذ مساعد لك دقيقة، وبقي لي دقيقة أختم فيها. أنا يعني قلت ما عندي الحقيقة. أتساءل، الدفاع المدني واضح أنه يحاول أن يقدم شيء لكنه عاجز لإمكانياته ربما في عدد الأفراد. أتساءل لماذا لم تساهم قطاعات أخرى مثل الحرس الوطني والجيش في تقديم العون؟ الجيش أعتقد ساهم يوم أمس بطائرات. أتكلم ميدانيا، لماذا لا يوجد فرق في الحرس الوطني والجيش تساهم ميدانيا في تقديم المساعدة على الأرض؟ وفي آخر كلمة أقولها أن جدة والوطن هو أكبر من أي إنسان على هذا التراب، لذلك يجب أن يقدم المسؤول للمحاكمة، ويجب أن ينال كل شخص أجرا بحق جدة وبحق أي شبر في هذا الوطن جزاءه العادل، ولا نغطي على أحد ولا نحمي أحد. نعم، شكرا لك أستاذ خالد. أستاذ مساعد. شكرا. نهاية الأمر أنا أتمنى بالتأكيد إن شاء الله يعني السلامة لإخواننا في جدة وغير مدن جدة. بس أنا عندي تعليق بطيء أستاذ علي قبل ما أختم. الأستاذ القدير تامر الميمان، أول شيء الله يشفيه إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله نفرح بعودته سالم معافى والحمد لله على سلامته أيضا. بس أنا استغرب يعني من شيء لم أقله يعني صار في هذه الحلقة. أول شيء يعني أنا استغرب من أستاذ كبير يعني بحجم أستاذ ثامر أنه أنت مالك معروف، ما له دخل معروف أو معروف. الشيء الآخر أنا لم أقل أنه يعني أو شيء. أما إذا تقصد في بداية الحلقة عندما تحدثت عن خادم الحرمين ونهتم بالأمر وهو في يعني في حالة استشفاء، لا يقصد ذلك في خارج المملكة، والنائب الثاني فهذا بالنسبة لك ولي والكائن من يقول لا يقصد أحمر. ذلك يقصد الحديث عن عمارة منطقة مكة. وبعدين ليس هذا التوقيت لخلافاتك أستاذ مساعد. أنت الصف ثاني علي، أنت تقصد بعطيكم حلقة غيرها. سيد علي أنت تقصد سيد علي أنت تقصد أني جاملت حد ثاني؟ لا هو سيد علي في نهاية الأمر، في لا نهاية هو الأمر. هو ربما معنى ذلك. لا سيد علي اللي أبغى أقوله في نهاية الأمر، أنا وأنت والأستاذ خالد والأستاذ ثامر وكل سعود، يا جماعة لا نقعد نزايد على بعض. نحن لما نتكلم ما نتكلم نتشفف فلان أو علان، نتكلم بحب، وفي نهاية الأمر لازم نعرف أنه يظل هذا الوطن مهما اختلفنا واتفق. صح متألمين مجروحين اللي صار كارثة مصيبة وقلنا اللي قلنا، بس في نهاية الأمر هذا الوطن هذا خط أحمر لا نزايد عليه. نعم. أنا أشكرك سعد علي السادة المشاهد. نعم أشكرك أستاذ مساعد الخميس، أشكر أستاذ خالد السليمان، أشكر أستاذ سلام الزيد، أشكر أستاذ ثامر الميمان. أعتذر من كل الزملاء الصحفيين والصحفيات وكل الناس اللي عندهم معاناة لأني ما أخذت اتصالاتهم لأسباب الحقيقة تقنية. أشكركم في حدث الحقيقة. إذا عندي وقت بس يعني تم تداول يوم أمس صور في البلاك بيري وفي بعض المواقع عن أنه في طائرة هبطت في كلية دار الحكمة في مدينة جدة وأخذت 3 فتيات أو ربما فتاتين أو فتاة واحدة، وعلى أساس أنها من أبناء الذوات الطبقة المخملية، قد يكونون وجهاء أو أبنة رجل أعمال أو من الأميرات، لا نعلم، ليس لدينا معلومة دقيقة عن هذا. ولكن بحثنا في هذا الموضوع واكتشفنا أن هذه الطائرة أتت لنقل عدد كبير الحقيقة من الطالبات، ولكن عميدة الكلية رفضت ذلك، فأحد الطالبات أصرت أن تنجو بنفسها. هذه الحقائق وهذه المعلومات كلها ليست دقيقة ولكنها متداولة. هذا الموضوع أغضب كثير من الناس في المملكة العربية السعودية، إن صح فأكيد أنه لا يرضي لا القيادة ولا أمير منطقة مكة المكرمة ولا محافظ مدينة جدة ولا أي أحد، لأنه البحث الحقيقة عن العدالة هو مهم جدا ومطلب أساسي. أشكركم الحقيقة على ثقتكم دائما في البرنامج، وأي حقائق مستقبلا راح نردها لكم. وتأكدوا أن مثل ما قال الأستاذ خالد سليمان، ما في أحد أكبر من الوطن ولا في أحد زايد على محبتنا لهذا الوطن الكبير. كل ما نريد أن نطبق إرادة الملك عبد الله بن عبد العزيز. نلتقي دائما في أهلا وفي ظروف أحسن في أمان الله.